ده الدوري المصري، وده ملخص الجولة الثامنة. احنا على عين الاسبوع ده الماتشات مش كتير، هم اربعة بس، وهيغيب عننا الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر. ليه كده؟ وده بسبب ماتشات افريقيا. بس ايه يعني، مفيش اي مشكله، باقي الفرق موجوده وتسد. انا اصحابي كلهم رجال. لا انا مش عايز اقول لكم بقى على الكبيره، الاسماعيلي الحمد لله بيكسب الماتش التاني ليه في الدوري. ركز بقى في ملخص كويس عشان تجاوب على السؤال. كل اللي عليك تعمل لايك للفيديو وتكتب الاجابه في التعليقات. بنبدأ الملخص بمباراة بلدية المحلة وطلائع الجيش. البداية ضغط من البلدية وعرضية من عبد الرحمن حماد بتوصل للكرة كريم طارق اللي بيشوط ويسجل، ولكن الحكم بيصفر فاول على الطلائع، وده بسبب وجود احتكاك بين جودوين شيكا وهشام محمد. جودوين بعد الكرة يا عيني بيقول الحكم فاول عليا انا. هنا يا بنتي. بعدها على طول بيجي كورنر بيلعبه احمد متعب، بيطلع كريم طارق ويلعب الكرة براسه ويسجل الهدف الاول لطلائع الجيش. مكتوبة لك يا كريم تسجل والله. مكتوبة له كريم طارق بيقول اشهد ان لا إله لا اله الا الله باول الاهداف بالفعل. سهلفت وجت لحد عندك يا عم. حاج ربنا ما يحبش الظلم. بعدها بقى مفيش بدقايق بيجي فاول للجيش، بيلعبوا عبد الرحمن شيكا، بيستلم محمد فتح الله بيمينه ويرزع واحده بشماله ويسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش. بلديه المحله حاول يضغط وكان ليه كذا فرصه، ولكن للاسف ما عرفش انه يسجل، وبتنتهي المباراه بفوز طلائع الجيش على بلديه المحله 2-0. ونروح لمباراه المقاولين العرب والداخليه، بدايه قويه من الفرقتين، هجمه هنا وهجمه هنا، ولكن الخطوره الحقيقيه بدات في الدقيقه 13 وشوطه مطرقه من مهاب ياسر، ولكن حظه الكره بتيجي في القايم ونتحرم من جون حلو. الشيمي بقى ما يسكتش ويرد على مهاب وقام شايط شوطه صاروخ، ولكن الزنفولي بيتالق ويطلع الكوره. في الدقيقه 64 سرو من كمبادا لاحمد سيد غريب اللي بيكمل ويشوط الكوره، ولكن بتيجي في القايم وما ترضاش تدخل. انا زهقت. صحيح الماتش كان فيها هجمات كتيره من الفرقتين، ولكن المحصله في الاخر محدش فيهم عرف يسجل، وبتنتهي المباراه بين المقاولين العرب والداخليه بالتعادل 0-0. ونروح لمباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي. في الدقيقة 41 عرضية من صديق أوجولا لأحمد ياسر ريان اللي بيكمل ويشوط ويسجل الجون الأول لسيراميكا كليوباترا. في الدقيقة 73 صديق أوجولا بيباص لجون إيبوكا اللي الكرة بتتزحلق من تحت رجله بس تخدمه وتروح لصديق تاني اللي بيشوط ويسجل الجون التاني. إيه ده بس بالسهولة دي؟ صديق أوجولا قال لك محدش يعمل لي جمايل. وفي الدقيقة 76 كمل وعافر وباص الكرة لجون إيبوكا اللي بيشوط وبيسجل الجون التالت لسيراميكا كليوباترا. في الدقيقة 87 عرضية من عبد الرحمن عماد لأوفا اللي بيشوط الكرة فيصدها بسام بس بيكمل عليها ويسجل الهدف الاول لإنبي. بعدها بقى بيرد سيراميكا كليوباترا بهجمه وعرضيه من محمد عنتر بتخبط في مصطفى دويدار ويسجل جون في نفسه. هو كله ضرب ضرب. في اخر الماتش بتيجي عرضيه من احمد كالوشا وبيطلع حواش يلعبها براسه حلوه قوي ويسجل الجون الثاني لإنبي. ما بيحصلش اي جديد بعد كده، وبتنتهي المباراه بفوز سيراميكا كليوباترا على إنبي 4-2. ونختم الملخص مباراه الاسماعيلي والبنك الاهلي. البدايه ضغط قوي من البنك وتراجع للاسماعيلي، ولكن حلال العقد في الاسماعيلي بيظهر. في الدقيقة 16 عبد الرحمن مجدي بيعدي ويلعب عرضية، تعدي الكرة من تحت رجل ياو انور وكعب ولا احلى من عمر الساعي اللي بيسجل بيه الجون الاول للاسماعيلي. بكعبك يا مرجل، يا حركاتك يا مرجل. المعلق قرر ان هو ده احلى جون في الاسبوع. يا سلام يا سلام، خد احلى هدف هذا الاسبوع. طب لسه في ماتشات تانية هتتلعب. لا هو كده مزاجي. غير ما نكمل بقية الاسبوع، ده احلى هدف. البنك الاهلي بقى بعد كده ابتدى يعمل سيل من الهجمات والفرص، ولكن دفاع الاسماعيلي والحارس احمد عادل كانوا مركزين قوي. في الدقيقة 47 المعلق قاعد يشيد باحمد عادل في الشوط الاول وقاعد يفخم فيه جدا. احمد عادل عبد المنعم عمل واحدة من اجمل الاشواط بالنسبه له طبعا. الوليه دي عجوزه لكن صحتها كده. ما لحقناش، في نفس الدقيقه بيجي فاول للبنك الاهلي، يلعب احمد مدبولي ورقصيه من امير مدحت بيسجل بيها هدف التعادل للبنك. المبروك. الاسماعيلي رجع تاني وهو اللي ابتدى يضغط وعمل شويه فرص خطيره بجد، بس تخيل بقى ان كل الفرص دي ما جاتش والفرصه دي هي اللي تيجي. في الدقيقه 67 عرضيه من عبد الرحمن مجدي تخبط في سعيد وسمبوري وتغير اتجاهها لعماد حمدي اللي بيلمسها بس فتروح الكره جوه. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. وده طبعا عشان جماهير الاسماعيلي ما تروحش زعلانه، فربنا جبر بخاطرهم. في اخر الماتش البنك ضغط بكل الفرقه، ولكن لعيبه الاسماعيلي كانوا مستقتلين على كل كره حرفيا وقدروا يحافظوا على النتيجه، وبيخطف الاسماعيلي 3 نقط مهمين قوي ليه في الدوري ويحقق الفوز الثاني ليه بعد غياب. وبتنتهي المباراة بفوز الاسماعيلي على البنك الاهلي 2-1. سؤال الملخص، كام جول اتسجل في الملخص بعد انتهاء مباريات الاسبوع الثامن يكون هو ده ترتيب الفرق؟ بيراميدز مركز اول برصيد 16 نقطة، الاهلي مركز ثاني برصيد 14 نقطة، طلائع الجيش مركز ثالث برصيد 14 نقطة، وسيراميكا كليوباترا مركز رابع برصيد 13 نقطة.